الرئيس ايضا النهارده زي ما بقول لحضراتكم وهو في الطريق الى تسلم رئاسة الاتحاد الافريقي، هنتابع بعد شويه. كنت التقيت طبعا على هامش الاجتماعات مع الرئيس محمود عباس قبل دخوله الى القاعه، ويعني تحدثنا سريعا مع الرئيس محمود عباس، واللي دايما بنسعد به وهيكون ليه كلمه ايضا هنشوفها بعد شويه مع حضراتكم. ايضا كنت التقيت مع السيد احمد ابو الغيط الامين العام للجامعه العربيه، وايضا يعني على هامش الاجتماع، ويعني تناقشنا، وان شاء الله قريبا يعني نتابع ايضا السيد احمد ابو الغيط وليه كلمه ايضا القاه، ولكن كلمه كانت قصيره واضطر انه يستاذن لانه توجه الى بيروت للقاء الرئيس اللبناني ورئيس الحكومه اللبنانيه. عدد كبير النهارده من الكلمات، كلمه ايضا لبيل جيتس، وطبعا مش محتاج ان احنا نعرفه، كلمه للرئيس الاتحاد الدولي انفنتينو، ايضا اتكلم على افريقيا وما يقدمه لافريقيا. بيل جيتس ايضا اتكلم عن افريقيا وان هو دعم افريقيا، بقى له 25 سنه بيشتغل من مؤسسه التابعه لي هنا في الدول الافريقيه، وقال ان انا ما كنتش متخيل افريقيا بهذا الشكل، وان انا اضطريت يعني ده اللي دفعني ان انا قرات عن افريقيا الكثير، وان انا قلت ازاي ان انا ما اشتغلتش في افريقيا او ان انا ما قدمتش مبادرات سابقه في افريقيا، ولان انا قمت بما قدمته لافريقيا على مدى السنوات الماضيه حوالي 15 مليار دولار. ولكن من الحاجات المهمه اللي اتكلم عليها بيل جيتس، اتكلم عن افريقيا واستغلال القوه الكبيره، القوه افريقيا وقوه شباب افريقيا، واتكلم على الكثافه السكانيه اللي موجوده، المهم جدا القوه البشريه اللي موجوده لابد من استغلالها، وقال دي اكبر استثمار يتم من شباب افريقيا ويتم من الكثافه البشريه اللي موجوده في افريقيا، وقال اهم شيء تعملوه هو الاستثمار في الشعب او الشعوب او ابناء القاره الافريقيه. انفنتينو اتكلم عن دور الاتحاد الدولي وقال ان احنا لينا دور كبير جدا خلال سواء في التعليم وفي قطاع ايضا كرة القدم، وقال كرة القدم هي اللي بتوحد الشعوب، ويمكن قال كلمة في الاول كده يعني انه اكتر حاجة بتوحد